صالح طاس. هكذا تبدو الصورة عندما يفرض الخيار العسكري كحل وحيد للدفاع عن الدولة ومؤسساتها، فتصبح أي بقعة على الأرض ملائمة للتدريب كأرض حريب هذه، ويتأقلم الفتية مبكرا على الحياة العسكرية. كتيبة عبد الرب الشدادي هو الاسم الذي أطلق على كتيبتهم بعد استشهاده ورفاقه من اللواء 26 مجاه، وها هم اليوم يكرمون ذوي الشهداء ويحتفلون بتخرج مجموعة من عناصر الكتيبة من دورة عسكرية تدربوا خلالها على مهام خاصة ومستوى عال من المهارات القتالية اللازمة لإنجاز المهمة الوطنية الموكلة إليهم. نقول العدو قبل الصديق، إن احنا وجدنا يعني لا وجدنا للترف ولا نزهة ولا وجدنا من أجل مناصب أو مكاسب، نحن وجدنا نعد جيش وطني قوي يدافع عن الثورة، يستعيد ثورة اليمنية ثورة سبتمبر. نحن نقاتل من أجل الجمهورية، النظام الجمهوري الذي اختاره الشعب اليمني في عام 62. لمراحل تجنيدية مروا خلالها، فعدوهم المتربص بهم لم يترك لهم وقتا لذلك، إلا أن أهمية تأهيلهم بدنيا ونفسيا للانخراط في العمليات العسكرية هو ما دفع القيادة لتنظيم مثل هذه الدورات الاستثنائية. نحن في حالة حرب، الحرب لا نستطيع أن نحن نجمع الكل يتأهلوا، جزء يقاتل وجزء يتأهل، وهكذا جزء يقاتل وجزء يتأهل. إلا هذه الدورة للمجموعة هذه أو للكتيبة هذه جاءت بعد استشهاد البطل عبد الرب الشدادي. من خلف علمهم الجمهوري ونشيدهم الوطني استعرضوا جاهزيتهم القتالية من أجل الالتحاق بجبهات القتال وتحرير باقي المحافظات من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع.